مرحبا أهلا وسهلا، كالشذا فاح وكالصبح أطلا. مرحبا أهلا وسهلا، كالشذا فاح وكالصبح أطلا. أهلا وسهلا، كالشذا فاح وكالصبح أطلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطار الخرطوم أحييكم أيها المسلمون، وأسأل الله في هذا اليوم المبارك المقدس يوم الجمعة أن يصلي وأن يسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا اليوم سعيد جد السعادة ومتشرف غاية الشرف، حيث أتيت أزور أحبابي وإخواني في السودان، وشرفت بإجابة دعوة أخي الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وإخوانه جزاهم ربي خيرا. كان معي أخي الأستاذ إبراهيم الشهري وأخي علي المحمدي، والحقيقة أنني في غاية السرور، لأني سوف ألتقي بإخواني في الله وبأحبابي لنتذاكر فيما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. موعدنا إن شاء الله خطبة الجمعة هذا اليوم في موضوع أعظم مؤتمر عالمي في التاريخ. إخوتي، إن من يزور أحبابه تطوى له الديار كما يقول أهل الأدب، حتى يقول الأول: والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن ثنى قلبي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. وأقول يا أخي الدكتور عبد الحي، جزى الله المسير إليك خيرا، وإن ترك المطايا كالمزادي، فلما جئته أعلى محلي وأجلسني على السبع الشدادي. غفر الله لي ولكم، وأوصيكم في هذه اللحظة بالصلاة والسلام على النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال يوم الجمعة: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. غفر الله الجميع وتقبل الله من الجميع. وشكرا للإخوة في سودان المحبة، سودان الإيمان، سودان الإسلام والتضحية، وعسى الله يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، وشكر الله لكم جميعا. مرحبا أهلا وسهلا، كالشذا فاح وكالصبح أطلا.